بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا الصباح وانطلاقاته ومنافساته من هنا من أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة. نتابع منافسات هذا الصباح وشوطنا الثامن، تعلن بدايته وانطلاقته، شوط خاص بالحيل المهجنات الأصايل. مشاهدينا متابعين الكرام، نتابع أيضا هذه الانطلاقة ونسير مشاهدينا مع هذه الأسماء والشعارات المتواجدة في هذا الشوط. نبدأ بالبداية، نتابع هناك الصدارة وأول المراكز، هناك مقدمة الشوط في هذه اللحظات. أتابع هناك انطلاقة سيد على أول المراكز مشاهدينا الكرام في هذا الشوط. هنا من يبدأ بالبداية والصدارة، سيد على أول المراكز، ولكن أتابع أيضا هذا الأداء وهذا الانطلاق هنا مشاهدينا الكرام وأول المراكز. ألم ترى لمحفوظ بن خميس، أتابع هنا شعار محفوظ بن خميس الجنيبي على أول المراكز مع ألم ترى ثاني المراكز من الجانب الآخر. أتابع مشاهدينا الكرام سيد صالح بن حمض الطلاب الفيدي هناك مع ثاني المراكز، بينما ثالث الأسماء أتابع الطاير عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية المتواجد مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء أتابع من الجانب الآخر. مشاهدينا الكرام، التقدم والحضور والقادم والمتواجد في هذه اللحظات. الله الأسماء هنا، ولكن زعزع سيف ببطي بسيف السبوسي هنا أيضا من ينطلق مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء شاهين مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري هنا المتواجد مع خامس المراكز، بينما السادس الأسماء مشاهدينا الكرام متابع المهلهل محمد بن حمد بن مانع اليامي هنا المتواجد مع المهلهل في هذه اللحظات مع السادس المراكز، بينما من الجانب الآخر أتابع أيضا الاسم القادم والمتقدم في هذه اللحظات. هنا من يجاوز أيضا من الجانب الآخر وينطلق، هناك أتابع غيار مبارك بن ناصب الراشد بن حباب المظفري المتواجد في سابع المراكز، بينما ثامن الأسماء مشاهدينا الكرام أتابع القادم. أتابع التواجد من البدع خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة هنا مع ثامن المراكز، وتاسع الأسماء وتابع مشاهدينا الكرام الحذر سالم بن عبد الله بن عبد الله بن جميع هنا القادم مع تاسع المراكز، وعاشرا هنا يتواجد مشاهدينا الكرام الدبلوماسي محمد بن حمد بن ملهوف الاكتبي. هكذا النداء متابعين الكرام لهذه الأسماء المتقدمة في هذا الشوط في منافسات زمول المهجنات. أعود من حيث بدأنا هناك، أعود مع البداية والصدارة، أتابع الانطلاق على الصدارة. هناك سيدا أيضا لهذه الزمول من ينطلق على أول المراكز، صالح بن حنظر الطلاب الفيدي هنا مع البداية والصدارة، بينما ثاني الأسماء ألم ترى هنا لمحفوظ بن خميس الجنيبي هنا أيضا المنطلق والبادي أيضا في هذا الاندفاع الممتاز. الله الله الله، ثنائية هنا على الصدارة على مقدمة الشوط، بينما ثالث الأسماء أتابع القادم، أتابع التواجد من زعزاع
سيف بن بطي بالسيف السبوسي هنا مع ثالث المراكز من الجانب الآخر غيار مبارك بن ناصر بن راشد المظفري هنا مع رابع المراكز ولكن يتابع النداء هنا القادم مع خامس المراكز الطاير عبد الله بن حمد بن علي العطية هنا مع خامس المراكز ويتقدم شاهين مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري هنا في هذه اللحظات ينطلق مع خامس المراكز ويتواجد في سادس المراكز مشاهدين الكرام شاهين هنا أيضا المتواجد والمنطلق هنا أتابع مشاهدينا متابعين الكرام مع سابع المراكز هنا تقدم من مخلص حمد بن خليفة بن محمد الكعبي هنا المتواجد مع سابع المراكز من الجانب الآخر وتابع مشاهدين الكرام الزمول بدأت تقترب البدع خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة هنا أيضا متواجد في هذه اللحظات ولكن الله الأسماء المهلهل أيضا هنا قادم محمد بن حمد بن مانع اليامي هنا المتواجد مع تاسع المراكز وشعار بن مسعود يصل في هذه اللحظات القادم مع عاشر المراكز مع برق سعيد بن محمد سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود هنا المتواجد في عاشر المراكز ولكن أعود إلى البداية هناك أتابع الصدارة الثنائية وانطلاقة البداية الله يا الصدارة الله يا مقدمة الشوط هناك مع سيد هناك على المراكز على المركز الأول على البداية الأولى سيد هنا من ينطلق على البداية سيد صالح بن حنظل الطلاب الفهيدي هنا مع البداية والصدارة وجسر العبور هنا مع سيدا للموقف سيدا أيضا بأدائه وانطلاقه الممتاز ركز أيضا وتابع هذا الأداء هناك مع البداية والصدارة ولكن الله يا القادم ألم ترى محفوظ بالخميس الجنيبي القادم مع ثاني المراكز المندفع أيضا بهذا الأداء الممتاز وهناك أرى الأسماء والقادم في هذه اللحظات زعزع سيف بن بطي بسيف السبوسي هنا أيضا أحد الأسماء اللامعة والمتواجدة في هذا الانطلاق ولكن القادم أتابع غيار مبارك بن ناصر بن راشد المظفري هنا أيضا يتواجد مع رابع المراكز ولكن الله يا القادم أتابع الوصول أتابع الانطلاق من الذيب منصور بن محمد بن لويع الخيلي قادم في هذه اللحظات بن مسعود بدأ بالاختراب بدأ أيضا يخترق الصفوف هنا من خلال برق أيضا القادم هنا في هذه اللحظات أسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر هنا قادم مع هذا الأداء الممتاز ولكن الأسماء القادمة وتابع أيضا التواجد هناك التواجد مع ثامن المراكز البدع خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة ولكن الله الاسم القادم وتابع تقدم الحذر سالم بن عبيد بن عبد الله بن جميع هنا قادم مع هذه اللحظات الأسماء والشعارات قادمة مشاهدينا الكرام ولكن أعود إلى البداية هناك أتابع سيد على الصدارة صالح بن حنظل الطلاب الفيدي هناك أيضا يقدم سيد على البداية ولكن الخطورة أتابع الخطورة القادمة من خلال هذه اللحظات زعزع هناك أيضا قادم زعزع أيضا يزعزع الصدارة وينطلق هناك على البداية الله زعزع سيف بن بطي بسيف السبوسي ينطلق على أول المراكز يغادر زعزع هنا بهذا الأداء الممتاز وهو تابع هنا أيضا تقدم ما لم ترى محفوظ بالخميس الجنيبي هنا مع ثالث المراكز هناك وتابع برق الله يشعر بمسعود أيضا قادم مع برق هناك مع رابع المراكز مشاهدين الكرام الأسماء القادمة الأسماء المتواجدة في هذا الشوط الله الزمول المهجنات الله على هذا الأداء ولكن ركز يا بن مسعود أيضا هنا أيضا القادم
والمنطلق في هذه اللحظات. بدأ الهجوم، بدأ الهجوم، ولكن أعود هناك مع البداية زعزع على الصدارة. سيف بطيب سيف السبوسي هناك مع البداية مع مقدمة الشوط، ولكن الله سيد صالح بن حنظل الطلاب الفهيدي هنا مع ثاني المراكز، وصل برق البرق القادم مع ثالث المراكز، سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود. الله منافسة ثلاثية بقيادة زعزاع ومتابعة سيد وتواجد برق هنا مشاهدين الكرام. الله الله الله، ولكن زعزاع على الصدارة. ركز يا السبوسي هناك مع انطلاقة زعزاع، سيف بن بطيب السيف، السبوسي بن مسعود قادم وهناك وتابع أيضا سيد متواجد في المنافسة، صالح بن حنظل الطلاب الفهيدي بن مسعود قادم ولكن تابع القدوم، وصل في هذه اللحظات. الله الذيب، الله يا بن لويع، منصور بن محمد بن لويع الخيلي قادم مع رابع المراكز، يقدم هذا الاندفاع، ولكن بن مسعود هناك مع الصدارة مع انطلاقة برق على مقدمة الشوط. الله يا بن مسعود، الناموس شحاني هنا مع انطلاقة برق على الصدارة. بن مسعود الله على هذا الأداء والانطلاق الممتاز. أسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود هنا مع الانتصار، مع الفوز، مع أيضا هذا الأداء الممتاز. مشكور يا بن مسعود، واسعد الله صباحك على هذا الناموس والانتصار هنا مع برق. هنا أيضا ناموس شحاني يسجل مع شعار بن مسعود، تهانينا. والناموس لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود على فوز برق هنا مع لحظات الوصول والانتصار واستراحته الأخيرة. مشكور يا بن مسعود، مشكور على هذا الأداء. ثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام، من وصل في ثاني المراكز؟ وصل الفارس محمد بن حميد بن سلطان بكديدة، وثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من جبل علي عبيد بن جمعة بن عبيد بن كيلة الفلاسي، رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام سيد صالح بن حنظل الطلاب الفهيدي، وخامس المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من شاهين عبد الله بن سعيد بن محمد بن علي المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول برق إلى خط النهاية، توقيت الزمني نتابعه من خلال الشاشة مشاهدينا الكرام. 13 دقيقة وست أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك برق سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود على هذا الفوز والانتصار. وثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام. ثاني المراكز مشاهدينا الكرام كان الوصول من ثاني المراكز، من وصل في ثاني المراكز؟ وصل مشاهدينا الكرام الفارس محمد بن حميد بن سلطان بن كديدة، توقيت الزمني 13 دقيقة 7 ثواني و7 أجزاء من الثانية. نهني أيضا مالك الفارس على هذا الفوز. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام كان الوصول من جبل علي ب 13 دقيقة و7 ثواني و8 أجزاء من الثانية. نهني عبيد بن جمعة بن عبيد بن دبيلة الفلاسي، تهانينا والنوم.